عندي مفاجأة لإلك. أنا ترقيت بالشغل، رح ننتقل على بيت جديد. بيت جديد؟ إيه. عائلة تنتقل مع وعود بحياة أفضل. إمتى فينا نروح ونشوف بيتنا؟ ليصطدموا بمفاجآت غير متوقعة. المستأجر القديم ما طلع منه. تغير مجرى حياتهم. ما في شيء مناسب أكثر من هيك. رح نتحمل لبين ما نلاقي لنا شي بيت صغير. سكن مؤقت. الأربعاء، السادس من مارس، 9:30 مساء بتوقيت السعودية، على زي أفلام. نحن نصنع الترفيه.